نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يبعث برقية تعزية لعوائل شهداء قرية سديرة في قضاء الشرقات. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي جمرات العقبة في أول أيام التشريق الثلاثة. العبادي يزور جرح القوات الأمنية في مدينة الطب ويوعز ببذل أقصى الجهود لعلاجهم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.